على المسرح نحن طلعنا، نحن وفرقتنا الموهوبة، يا ممثل نحن وفرقتنا الموهوبة. في عنا كل يوم حكاية، أفكاره كلها مكتوبة، أفكاره كلها مكتوبة. هالعيشة صارت منكوبة، هالعيشة صارت منكوبة. يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال، وبعقلي فكرة حلوة للارتجال، يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال. بدك مشهد إيمائي بعمل تمثال، وإذا بدك ياني غني بضرب موال. أمان 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 يابا، عشرين سنة مسرح وشوي على الشاشة، فكري صرت اسرح وانسخ على بلاش. ما في فرص تصلح ادوار نكاشي، ولا في بحر اسبح صفيان فواشي. تريدوا يا شباب اليوم شو صاير؟ لا شو صاير؟ غيرين المخرج؟ لا الله، ليش وينه المخرج؟ بطل. لا حبيبي يا ترى ما احنا بيجيبوا لنا مخرج مصروع اكثر من اللي قبله. مو هون المشكله، المشكله المره مو جايبين لنا مخرج. لك جايبين لنا مخرجه. شو هذا؟ هذا اللي كان الله يسلمنا. يا ما احنا هداك كان يتاخر شوي، خذوا انطروا بقى. هدوا واحد واحد بيحكي، يعني كلكم بتحكوا سوا، انا ما بفهم شيء يا اخي. يعني انتوا ورا وانتوا ليش مستعجلين؟ سعيد ليش عم تتبارد؟ ما عم بتبارد، لانه هلا طول بالكم انتوا. وينك؟ هلا بتجي انا جايب المحل وحاط الكاتب لوحك. ها شفت شلون عم تحكي؟ عم تحكي انا فاتت علي هي، عرفتي كيف؟ يعني ما بس من حقها اساسا اذا مخرجه من حقها تعمل ميكاب. يمكن هي يمكن هي يمكن هي يمكن هي. مرحبا شباب. معناتها مو هي المخرجه. انا المخرجه الجديده اللي اجيت لعندكم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله بتقرب ابو صياح الشاغوري، اقسم بالله عليك. شو بس مع شعر طويل. المهم نحن اليوم يا شباب بدنا نحكي حكايه ديلة تذكر شو كان اسمها؟ قصة ستي، حكاية ستي. حكاية ستي. حكاية ستي. هي حكاية ستي. حكاية ستي. لك هي عم بقول لك حكاية ستي. خلص حكاية ستة، خلص ستي أنا. ستة هي. ستك أنت. وكل واحد فيكم بده يحكي لي قصة. في حكاية سبعة شي؟ في ثمانية. طب هلا إذا أنت بدك تحكي حكاية ستك، نحن ما كنا مع ستك بصغرنا، شو بدنا يعرفنا بحكاية ستك؟ ليش ما عندك سن؟ مبلا مين المخرج انا ولا انت؟ مين المخرج؟ لما بحكي انا ما حدا بيفتح تمه. لما بتحكي هي ما حدا بيفتح تمه. سكر تمك. سكر تمك ولا؟ انت ولا؟ انت ولا؟ نعم انا ستي ميتة. الله يرحمها. ما بحسن فاتحة. صدق الله العظيم.
المهم بدنا نشتغل على حكاية ستي. بدنا نشتغل على حكاية ستي. نضب. ضب لسانه ولا تضبه يا شباب؟ بتحكي معك انت؟ انا المخرجة هون، انا رب العمل. انت المخرجة؟ ايه. شلون انت واخبارك؟ الله يوفقك. صلي من انا بصلي عنده هون 3 اشهر عم بشتغل بالتمثيل وصوت وديو. هلا في مجال انا اخلص السيرة تبعي؟ في مجال تعطيني دور هيك لو كلمة صغيرة بجملة واحدة؟ الله يوفقك. عم يمزح. كل واحد فيكم رح ياخذ فرصته. إيه؟ بس بشرط. إيه؟ كل واحد بيحكي لي قصة عن قصص ستو. إيه؟ وانا القصة اللي بتعجبني واللي بقتنع انا فيها هي اللي بنعملها. ماشي. اتفقنا شباب؟ ماشي. يعني هلا بدنا نعمل بروفا. إيه؟ ماشي. وبدي اقول اكشن. قولي اكشن. بلشوا لشوف. بلشوا لشوف. لا بروفا شباب، بلشوا بروفا. بروفا بروفا بروفا. طول بالك ابو محمود شوي، طول بالك ابو الفوق. يا ابو الفوق برايك هذا الاعلام لو جيب نتيجه شيء؟ لك بما انك انت كبرت الجائزه مثل ما قلت لي اكيد رح تجيب نتيجه. لك شو كبرت الجائزه؟ محرزه طبعا لازم تكون محرزه. شو رايكم بلشوا المتسابقين ولا في عندك شيء حابب تقوله؟ اخ لك يا هشام شباب، والله رح يصيبني عقدة نفسية من المنهاج اللي عم ندرسه بمدارسنا. لك شو بقول منها؟ لك نحن وصغار درسنا، ولا نحن وكبار عم ندرسه. شباب يا سيدي بعرف، لك ما طول عمرنا نحن هي القصص والحكايات اللي عم ندرسها بهالمنهاج، كنا نسمعها من ستي ومن ابني. أستاذ! نعم. فهمت أنا شو ساوي؟ هو بالك أبو محمود عم نحكي شغلة مهمة. كمل. تفضل. هذا محمود شو اسمه؟ لك هذا محمود درويش كبير، بتعرفه انت يعني مو غريب عليه. والله لو مانه درويش يا هشام الله وكيلك لحتى كل يوم اعمل له زفه ابعته على بيته مخصوص بدله اكثر ما بترسل له يا مرته. لك روق. بتعرف شغله؟ لك من زمان تمنيت هيك يطلع شيء مؤلف جديد ويكتب له شيء قصه والقصه تنشهر. لك يا سيدي، لك حتى مسرح الطفل لك صاير يا زلمه يعني بيخليك تكره حياتك. بيجيبوا لك 4-5 مثل القرود بيطلعوا بينططوا بيهرجوا على هالمسرح وقامت وخلصت. يلا انه ضحكنا الولاد. لك على سيرة مسرح الطفل، لك اخذت ابني لأني فتنا حضرنا المسرحية، طلعنا قلت له بابا شو فهمت؟ قال لي ما فهمت شيء بابا. شفت انه معي حق يا جماعة. بس انا متفائل، انا برأيي هلا هالمتسابقين اكيد لكل واحد رح يجيب لنا قصة جديدة، شو رأيك نبلش؟ والله انت شفتها، خلينا نبلش. طب محمود؟ يا أب محمود. أب محمود؟ نعم. من عام إن شاء الله، شو بك مالك سمعان؟ أستاذ والله بس أنتوا عم تحكوا أنتوا على مسرح الغناء يعني ممكن. أب محمود، مسرح الطفل حبيبي. شو بو؟ نحن عاملين مسابقة اللي بده يكتب لنا مسرحية حلوة عن الأطفال، اتفقنا؟ إيه. شوف لي كم متسابق برا وجيب لي أول متسابق، يلا. يلا، شوف لك كم متسابق برا وجيب لك أول متسابق. بسيطة. شو قصته هذا الزلمة؟ لك شو قصته؟ لك قلنا لك درويش. شبك استاذ يا ابو الفوف حبيب قلبي. طمني يا استاذ، ما لقيت حدا برا. شلون ما لقيت حدا؟ شو بعرف؟ وين المتسابقين؟ ما بعرف. لك مو معقولة. لك يا انسى الكلام والله. شو؟ حاططهم قافل عليهم الباب جوا. الله لا يعطيك العافية ان شاء الله. لك اخي ليكون بيتعاطى شيء هذا الزلمة او بيسكر او شغلة. لك والله بخيره رح يشتري. لك على بساطته هذا، لك هذا على بساطته. يا هشام انا براسي مليون قصه. معلش يا حبيبي، معلش يا ابو الفوز. جبت لك اول واحد. اول وحده. اول انسه هي. اهلا وسهلا. شوف شلون شاحنها مثل المعزاي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. بتعرفيني على حضرتك؟ انا اسمي سما. اهلا وسهلا. سما؟ تمام. فضاء يعني. جو يعني. معدتي. غازات مجوزه. يعني معطره. اسمك سما؟ شو بدك تقدمي لنا؟ انا اليوم بدي احكي لكم قصة النميرة والشريك. ايه عم نسمع، تفضل. وبعد ان خطف النمير الشرير الاميرة. ايوه. بعد خطفها. ايه واخذها معه الى اعلى الجبل. ايوه. جاء البطل لينقذ الاميرة. حلو. وعندما أتى البطل لينقذ الأميرة هجم على الشرير. أيوة.
وعندما هجم على الشمال أيوة. بدأ مثل غيره أيوة. فقالت الأميرة فجأة لحظة لحظة لحظة. قال لها شكرا اسمه البطل. البطل قال لها البطل أيوة. نعم عم قاتل أبو الشباب هيك عندك بينا بيعفوه مين؟ قال لا قاتل طيب عندك سيارة فيراري سبورت شو هاد؟ فيراري شو هاد؟ سبورت سيارة هاد قال لا لا عم قاتلوا لك ابن الحرام لك ليش جاي؟ ليش جاي؟ ايه 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 ابن الحرام ليش جاي؟ ليش؟ 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 عم يصير هذا استوت تحكي معه مين هاي؟ لا لحظة لمين هاي؟ البطل لمين هاي؟ البطل لمين هاي؟ خلينا نعرف نسرد السيرة هلا بالساسة استوت هاي الكاميرا بطل هي قالت ابن الحرام قالت ابن الحرام؟ ابن الحرام هي قلت له ابن الحرام ليش جاي؟ عم قال لها جاي انقذك مش عم يصير انا الامير قالت والله لا يوفقك من هذا جاي على طمعه الا ايه وهجمت الاميره على شو كان اسمه؟ على البطل البطل الاميره على البطل على البطل ونزلت في ضربه مفرحه نعم ايوه ايوه وأخذت الشرير أيوة وعاشت معه في ثبات ونبات أيوة. وخلت صدام نبات أيوة. وعاشت هي والفراري والبلة اللي بيعفوا كل المصاري برافو 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 إيه شو هلا شو رأيك بالقصة طبعا عمري القصة منيحة تعال يا محمود نعم تعال هون تعال هون الله أستاذ محمود؟ نعم روح شو؟ محمود؟ شو؟ استاذ ايه استاذ استاذ محلو؟ استاذ فؤاد شو هو بارح قول محمود بيت ابو استاذ والله بس فتت بالبطل وراح الحديث لا روح جيب لهم سابق اللي بعده لا روح جيب لهم سابق اللي بعده لك مو انا انت يا محمود شباب انا يا محمود بس والله قصه حلوه كانت شو رايك؟ السابق اللي بعده سجل عندك سجل المتصارف يلي بعده شو هاد؟ شو هاد؟ دفشو يسيو دخلصو دخلصو زين دخلصو هذا يقول شو شو البطاطا حامي؟ انت شلون بتخليه يحملك هيك كمان؟ ماشي بيني وبينه عادي يعطيك العافية جلس بقى عرفني جلس هيك طبيعتك إذا هيك طبيعتك معلش بس ركب تفصيل في عرفنا على حالة؟ اسمي سائل اسمه سائر هو أهلا وسائر شو بدك تقدم لنا يا أستاذ سائر؟ جاي أحكي لك قصة علي بابا والأربعين حرامي حلو تفضل بتحف ما يا سيدي ما لقيتي نعم علي بابا أيوة اكتشف المغارة أيوة بعد ما اكتشف المغارة إيه عم شو سوى؟ ما بعرف اخترق كاميرات المراقبة كلهم شو ها؟ واقتحم المغارة حلو بعد ما اقتحم المغارة اخذ كل المصاري والدهب الموجودين جوا حلو حلو بعد ما اخذوا يا سيدي ما انت نعم راح شو سوى ما بعرف لا ما ولا انا لا انا بعرف شو قلت يمكن راح سهر فيهم لك لا كبر على هذول ما حلاك انا انا وياك بس محمود محمود الله يسمعنا الاخبار الطيبه والله مبروك كمل كمل بعد ما اخذ الذهب والمصاري كله نعم نعم راح حوله على بنك بسويسرا وين وين على بنك بسويسرا على حسابه ايوه يا سيدي بعدين اتصل برئيس العصابه ايه واجتمعوا هو وياه اوتيل خمس نجوم خمس نجوم ايه محمود اوتيل خمس نجوم حلو خمس نجوم يا محمود حلو الفكرة عجبتها؟ طبعا حبيبي يا معلم بعد ما اجتمعوا اتفق هو وياه أيوه. يفتح شركة استيراد وتصدير حلو وبعدين يا معلم ايوه خمس نجوم هي والله احلى شيء اخر شيء ما شاء الله بعدين يا معلم خلصت القصة ما شاء الله لا يبقى خبرة ايوه سيد مبارك شو بيشتغل؟ الله يخلينا يا تصليح غالات تصليح غالات ايوه بصير كاتب معناتها ايه
شو وين؟ ابو محمود؟ ايه لبابلو اللحام عندنا بالحاره استاذ عم يكتب مسلسل صار كاتب 3900 جزء لكن لكن عم يشتغل من الواقع بس يلا ابني يلا حبيبنا يعني شو هلا نجحنا ولا ما نجحنا؟ باخر النهار ابني بتعرف انه في شيء انصرف يلا حبيبي عنيت عنيت يلا طيب ما شو عنا شغل اذا ما نجحنا؟ نسرقها سرقها روح خلصنا بقى روح يا هلا بنشتري منك شيء قصه هذا عندك شيء باب مخلوع شيء قصه شيء كذا والله ما عندي شيء في شيء خزنه خرج نخلعها حبيبي يا محمود في المتسابع اللي بعده المتسابع اللي بعده محمود تعال اقول لك تعال لا طريه شوي جيب لنا وجه حسن نصبح فيه مو مثل وشك اللي مثل على اساس استاذ يعني انا ما بحسنها فيه يعني على اساس وشك يعني من اول ما شفتك الله وكيلك شو قصدك ولا؟ ابو الكوف ابو الكوف طبي شوي انت شو رايك يا ابو الكوف؟ روح شايف على كل العوكي عم يشوف لنا اياها بسيطه الله وكيلكم يا استاذ جبت لكم وجه حسن شو ها؟ الله لا يوفقك اهلين بابا سلام كيفك حبيبي؟ اهلين عمو اهلين اهلين يا عمو عمو شو جاي تقدمي لنا اليوم؟ جاي اقدم لك القصه تبع الاميره والاقدام السبعه يا عين عليك يا بابا على فكره بنتي جنى من الاوائل يعني شان طول عمرها بتحب القصص والتاليف وبتتابع على فكره شو لكبار الرواه العالميين بتقرا قصص نعم يعني شو رغم سنها وصغيرها بس على ثقافه عاليه يا عيني زاكا الشبلو زاكا الشبلو زاكا الشبلو وزاد القرب شو ها؟ محمود؟ محمود؟ استاذ قوان ها؟ لا زاد الشبلو زاكا الشبلو زاكا الشبلو زاكا الشبلو ايوه محمود من زاد الفلو ايوه انت مسبق هون؟ ايه مسبق هون؟ ما بتسجل عندنا ماشي حبيبنا محمود عملت حسابك عندك عقوبة خصم 6 شهور لمدة 66 سنة ما في مشكلة حبيبنا خلينا نشوف شو بدك تقدم لنا الآن بابا سمعي لعمو هشام الروايات اللي بقريت لي قلي لنا هي القصة تبع الأقدام التسعة لا بابا الأقدام السبعة خلص بابا خلينا الأقدام السبعة تفضل يا عمو تفضل في يوم من الأيام أيوة الله يا بابا الله ايه بعرف هاي سنو وايت هي سمنة مو لك مو سمنة شو سمنة؟ يعني مو سمينة سمنة 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 بيعملوا فيها بيض عندها بالحرارة حتبيعني سكوتر ولا انا خليك تخرس على خالص حاضر يا استاذ خليك تخرس لاخر يوم بالدنيا حبيبنا 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 يا ابو الكوم لك بنتي هيا هيك شو عم بنتها تفضلي يا عمو عمري انت تفضلي يا عمو سلمي على مامي. محمود
حبيبنا محمود شفني اللي بعده يلا ابو مقروط الله يسامحك يا استاذ اسمع كلمه بس لك ما بحبك بسيط اتركه اتركه ما شاء الله على البنت الله يخلي لك يا شو هذا القصه هيك مثل الفستق عم تحكيها انا فستق لك اطيب من الفستق الله يا ابو معلم هوك ولي عجبنا احمله ما احسن احمله قلت له تفتل واقف ايوه زين نزل اخرب بيته شكرا هاي كم واحدة صار قبلش 4000 5000 ومشي داخلي هاي حالي جوا محمود سمعنا حبيبي ليلي يا ليلي لك لا يا على وسطك يعني على وسطك يا محمود حبيبي ما تغني ما تغني بدي اسمع شو بده يحكي هو هو مو انت قاعد انت سمعنا فكرت سمعنا غني لك غني وانت كده مصر قلت لي لك تسلم لي الصوت وتكون عم بشيك رايق رايق انت رايق رايق حبيبي عرفنا على حالك عمو أنا أيوة اسمي سمير اسمه سمير سجل عندنا اسمه سمير أبو محمود اسمه سمير والله هو اسمي يا أخي يا أخي يا أخي وشو حتقدم لي الليلة؟ رح أحكي لك قصة أيوة ليلى والذئب شو ها؟ ليلى والذئب حيقدم لنا قصة ليلى والذئب تفضل تفضل ليلى والذئب برافو عليك شو هي؟ ليلى والذئب برافو كان يا مكان ليلى والذئب برافو عليك برافو كان يا مكان قديم الزمان نعم كان في بنت اسمها ليلى حلو راجعة من الرنديفو شو ها؟ راجعة من الرنديفو عم شافتها أمها ايوه حطت لها بنتي يا ليلى ايوه خلي هدول الغراب ايوه حطت لها سنة كبيرة ايه على الأصابع على الأصابع يبرا يا برا فرريش فرريش شاورما شاورما ريسبي شو ها؟ ريسبي ريسبي همبرجر همبرجر ايوه ويا محلى اليبرا وهو عم يشرشر الدهن منا شر الشرع المهم ايوه اخذت السلة ايوه وليلى اخذت السلة ايوه وربت بالسيارة المرسيدس اي شو ها؟ سيارة المرسيدس تبعها ايه شغلت بالسيارة وكملت ماشية على البلد تبع ستها وصلت البيت قبل ما اوصل على الليلة ايه شلت ريحة الأكل الله لا لا اكل الأكل ايه كول لك يا ابني ريح حالك ريح حالك شوي ريح حالك يا ابني شمت ريحة الأكل ايوه عم نزلت لاح شجرة وبسطت بسطت ايوه شو بسطت؟ بسطت الفراريس صارت بتنادي سندويشة ب 100 ليرة قرب ليلى بتنادي سندويشة ب 100 ليرة بسطت فتحت وبلشت تاكل 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 لحتى خلصوا بس خلصوا ايوه اتذكر الكلام امك نعم ايه لك ابني قال لك ريح حالك ريح حالك قال لك ريح حالك ريح حالك ان شاء الله بترتاح من الدنيا حطها من ايدك هونك حطها لسه نازل لي اكل اكل ما بصير هذا الحكي ارحم حالك لك ابني ايدك حالك طفشت لي المهم يا خلوني لك القصه شلون عم تمد ايدك على الاستاذ انا اسف شلون عم تمد ايدك على الاستاذ انا اسف واقف واقف استوز بس قعد استوز بس خلوا صندويشته إذا بحيط واقف وراك استوز رد يعني محمود شو أب محمود؟ محمود أنت تطمر إلى المدير؟ حلو
عم هون هلا شو بدها تساوي؟ الحفلات كلها يا حسن بدها تساوي؟ اكيد طلبت وجبه سريعه. لا لا تعرف شو تساوي؟ فكرت 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 ما لقيت حالك؟ ايه عم قاعده بتبكي عم مالك الذئب بالصدفه؟ ايوه عم سمع صوت بكي من ليلى. ايوه اجت ليلى؟ قال لها شو بدي يا ليلى؟ ليش عم تبكي؟ حلوة قصة ليلى 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 يا ليلى 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 كانت تنصرف يا اخي ونحن بنخبرك باخر نهار النتيجه. ايوه انا هذا اللي روحها في 20 فرن كانوا يوفروني. تعال 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 روح روح قبل ما تاكلنا روح روح انت روح بدي اشوف هذا ستوش شو بده. ابو محمود حبيبي صفى حدا؟ ايه كثير والله كثير عشان برا. ايه نادي يعني بعده يلا هذا في الطاوله ستوش ما حلو هيك منظفه يعطيك العافيه يا رب في الطاولة السود. لك شو قصدك لك؟ أبو محمود مضاف السعد لك أخي مضاف السعد لك عمو شو بك أنت؟ حبيبي ما حلو يعني شو لسه ما حلو ما حلو ما حلو لا نحن صحيح أساتذة مدرسة إيه بس ما حلو ودرويش وعلى حالنا وراتبنا يا دوب بكفي لخمسة شهر بس ما حلو منك شو راتبكم؟ الحمد لله راتب السود عم يزيدوا منه الله وكيلك عم صمد منه أنا مظبوط الله وكيلك بمضى الساعة 8 الصبح بصرف الساعة 12 شو بس؟ إن شاء الله يا أبو محمود أنا رايح هلا اللي بعده بس أنا عم بدور على السود ما حلو الطاولة يمكن تكونوا نظيفة إي والله مظبوط هون هون زبالة وهون زبالة 30 قصيدة للمعلم و5000 غنوية و5000 و50000 مديح بالمعلم واخر شيء المعلم 5 شهر بتلاقي عم يتدين حق جار الطريق ليجي على المدرسة هي مصيبة مصيبة مفهوم بدك يعني يكون مروية استاذ يو استاذ نعم لك برا في وحدة بتجنن عن جد والله خليها تفوت خليها تفوت ليك خليها تفوت ليك يا استاذ اللهم صل على النبي الله اكبر الله اكبر ابا تعال معي شوي تفضل 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 يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا ابو محمود يا ابو محمود انتبه يا اخي انتبه يا ابو محمود اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا شو بدك تقدمينا يا حلوين ابو محمود اسكت 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 ولا حرف عود محلك عود هون محمود على الله دقيقة شوي لقلك انت شوي عود شوي لك عم تحكي لي خلص ايمو ما بدي احكي حبابي احكي ابو محمود احكي حبيبي نعم في بروتوكول للترحيب في قصور مرحبا انشانتي شو جايبين لك دور المسرحية انت تموت تستحي تمشي لك دقيقة لك دقيقة ابو محمود شو على محلها حيب تعي له رومانسي تعي كل ما شافني بنت بيقوم يبوسها هذيك بنتي فهمناها انه بنتك بس هاي مو بنتك بتصير مرتي شو عليك؟ ايه ابو الخوف فوت بالموضوع فوت بالموضوع
تفضل يا استاذ، تفضل يا استاذ. هاي الاستاذ وهي الاستاذ، ليش غيرتوا محلاتكم؟ الاخ طلب يلا تفضل. تفضل يا استاذ. يا ريت تعرفينا على اسمك. وانت شو بدك باسمي؟ خرب بيتك على المنصب. لحظة استاذ هشام، بامكانك ترجع على محلك لانه انا يمكن الوقت لاني يجيك الوقت. تفضل. رجوع استاذ رجوع. انت وضحك مو معي كل اللي جاك كمان. رجوع مو بس اصحاب الكرسي من تحتك لانه بتقلب بده يدق. مرحبا يا انسة. الله يعطيك العافية. انت شو حابة تقدمي لنا؟ انا بدي احكي لك قصة ساندريلا. اهلا وسهلا فيك. ساندريلا تعال انت وانا الامير. يلا بطلعك انترتك بننزل ندور عليها صور حمدية. لا. شو رأيك؟ بابا شافك اجى زمان كثير. ايه انا ساندريلا يعني. ايه. او هي ما كانت ساحرة؟ لا والله وين الساحرة؟ وما كانت تجي الساحرة. أنا بحبك من زمان يا بنت الحلال. شو قال لها؟ شو قال لها؟ يا ساندريلا. يا ساندريلا. أنت بحياتك مو شايفة حالك عند المراية؟ ماشي يلا. أنت بحياتك مو رايحة عند الكوافير؟ مظبوط. شو قالت له؟ يا ساندريلا بتعبي. مسكينة. أجيت بدها تروح البيت. أيوه. مالها؟ بعد المسابقة. كملي يا انسة.
تفضلي. انا حكيت لها الاميره. ايوه شو قال لها؟ ايوه هي اهم شيء. شو قال لها؟ ايه قال لها يا فاندريلا بتجي وردني ولا بعمل عين؟ حلو. شو جاوبته؟ الأميرة يا صاحبي على مبدأ أحمر بالإيد رأس فوق الشجرة. أحمر بالإيد؟ رأس فوق الشجرة. أنا بعرف مصفوف. أحمر بالإيد رأس فوق الشجرة. شكرا. أوكي. بعرف في مدل أحلى. إيه شو هو شو هو؟ ما مدل بعرف وين؟ أحمرين بالإيد رأس فوق الشجرة. كمل. كمل. اكتب لي بالقصة. في مدل أحلى. كمل. حماري وقرد مع القردة ولا ثلاثة على الشجرة بإمكانك تنصد فيه؟ أنا بحكي القصة تبني مرة ثانية. حزمت يا ليلي تفضل. خلصت القصة. خلصت؟ خلص أبو عبدة شو عامل أبو عبدة؟ شو؟ الله يعطيك العافية خلص. شو؟ يخرب الله يجعلك إن شاء الله الرابعة والأخيرة إن شاء الله قدامنا. أبو عبدة لأميرة ما عملت تنسي ما زال عبدة. طيب انا اخذت تنتين تاخذيني وتصيري الثالثه. شايفين الناس ما مركزين بالقصه؟ تفضلي سكنيها انه عندنا وقت. تفضلي تفضلي. انتم مو مركزين بالقصه. انا ما بدي اكملها. والله انا معي. لانه الاميره ما فيها تنتين ما زال عبده. لا انت ما بدي احكي القصه. انا نعم عليكي وافقت الاميره تتجوز عبده. ايه بديني ادري ان شاء الله. طيب مبروك. سلام عليكم. ابعثت لكم هذا الاستاذ. شو القصه هي؟ والله ما لها طعم منه. انا ابو عبده وابو محمود. شو بيعرفني يا ابو محمود؟ ابو محمود؟ ان شاء الله. يا ابو استوز صفى حدا؟ في وحده قاعده جوا. ايه ما بعرف كلها هيك يعني تهز لحالها. شو هاد؟ والله ما بعرف. خليها تفوت خليها تفوت. كل ما بحكي لي امتى دوري؟ طيب نادينا نادينا. ممكن اخر سابقا. الله وجهك. ابو الفوق حبيبي يا ابو الفوق رح اندم على الساعه اللي عملنا فيها. لا تندم لا شيء. تفضلي وانسى. هاي هاي وزن 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 وين؟ 5 كيلو وين؟ 5 كيلو اوقف محمود لك وزن وزن شو تبعتي؟ ايه اهلا وسهلا ممكن شو نعمل بالاسماء؟ اسمي ليلاس. مين؟ ليلاس. ايوه اهلا وسهلا. اسم حلو والله اسم حلو. اسمع شوي اسمها ليلاس وانت خلاص كملي. تعرفي خليني احكي مع الجبنه. تفضلي تفضلي. بدك تحكي مع الجبنه؟ يا محمود مو جبنه. معقول نحن جبنه؟ اوه ايه شبك يا محمود؟ مين هاي؟ العزة يلي عندها سبع بنات. تفضلي. اساسا انت عم تعبري عن روايه كبيره. عم تعبري انت تاريخ. خسرتني. عم تحكي قصه. انت كلك قصص. كل هالقصص هي مدندشه. ابو شوف وزن. تفضلي. هاي العزة بيوم من الايام اضطرت ونعزت على حفلة للفالنتاين. أيوة. وهي الحفلة كانت حفلة راقصة. أيوة. وهي نائية. أيوة. فقبل ما تطلع قالت لهم يا بناتي إياكم إياكم تفتحوا الباب لحدا إلا إذا طلعتوا من العين الساحرة وشفتوني أو سمعتوا هجة قلبي. أنا مجرد ما سمعت هدول فتحت لي قلبي. بطلب انا اضرب اسوي استوري ما بدك ما بدك.
رقاصة؟ يا الله يا الله، المرة بتشتغل رقاصة. اه والنعم اهلا وسهلا. ماما بتشتغل رقاصة. طيب عمي معك. قبل قبل ايدك كريمة، قبل ايدك كريمة. قبل ايدك كريمة. اهلين اهلين. خلص خلص خلص. اسف. سؤال تفضلي. اكيد بدك تكون صار. مين بدي احكي معك؟ تفضلي. ايه اوكي. اتركي رقم موبايلك. مع السلامة. رقم موبايلي شو هو؟ باي. باي مع السلامة. مع السلامة. هي آخر وحدة؟ نعم سيدي هي آخر. الحمد لله. طب حلو. يا سلام الله. ايه سيدي؟ مين بده يربح الجائزة؟ مين بنتي شو شعرها؟ يعني شفتها أحسن وحدة هي حكت القصة وشفت تعابير وملافظها شو حلوة. هلا إذا بنتك ربحت الجائزة، أنا شو استفدت؟ ولو؟ ليش أنا في بالعادة طالعك ضمنتي ولا من المولد بلا حموض؟ كل شيء دافنينه سوا. ايه خلص ولا يهمك لكان ولا يهمك. انا جبت لك هديه وحاسب حساب ابنك فيها. الله يسلم هدياتك، والله ما بدنا نعذبك، والله كفو كفو، والله بعرفك كفو. ما في شيء من واجبك يا هشام. الله يسلمك وسلم لي على المحروسه. ها الله يخليك. الله يخليك. يخرب بيت عقوبة شو بي شو بي يخرب بيت شو بي لك شو بي بتفعلوا على الطلاب لك شو بي ولك ايش المدير المدير وين ما بيجي روح نظف الحمام الجواني وانت نظف الحمام الوراني ابخمود كنس الباحه ابخمود الله يوفقك لا تخبر المدير شو عملنا هون مشان الله والله بيفصلنا ابو محمود داخل على الله وعليه شو أنا بعرفك لسانك طويل بتلتلت هات لبوس راسك لا تخبر المدير خلص روحوا خلص امشي روحوا امشي 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 دخل هنا على بدهم يعملوني مسابقات وقصص واطفال ومسرح وشو هالجنان هذا وايفون وما ايفون بس اقولكم خبروا للمدير والله ما خبروا انا عمكم ابو محمود على المسرح نحن طلعنا نحن وفرقتنا الموهوبة يا ممثل نحن وفرقتنا الموهوبة في عنا كل يوم حكاية أفكاره كلها مكتوبة هالعيشي صارت منكوبة هالعيشي صارت منكوبة يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال وبعقلي فكرة حلوة للارتجال يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال بدك مشهد إيمائي بعمل تمثال وإذا بدك ياني غني بضرب موال أمان 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 يا يابا 20 سنة مسرح وشوي على الشاشة فكري صرت اسرح وانسخ على بلاش ما في فرص تصلح ادوار نكاشي ولا في بحر اسبح صفيان فواشي
أمان.